برحب بيكم مرة تانية في هو هنا. فقرتنا دلوقتي اسمها خطر الصناعي، هو اسم مشروع التخرج اللي فاز بالمركز الأول لطلاب إعلام حلوان قسم الإذاعة والتلفزيون. يا ترى المشروع بيتكلم عن إيه بالظبط في الذكاء الاصطناعي؟ ده اللي هنعرفه من ضيوفنا النهاردة، بتول محمد وهاجر رضا. أهلا بيكم. أهلا بيك. عاملين إيه؟ تمام الله. خلينا نبدأ بيكي هاجر كده في الأول، أنت اللي اخترتي تدخلي إعلام ولا التنسيق؟ هو كان التنسيق الأول لأن أنا كنت عايزة أدب علم نفس، بس بعد كده جات لي اعلام فقررت بقى ان انا اكمل فيها وبدات كورسات وكده يعني. وانت يا بتول؟ لا هو انا من وانا في برايمري 4 وانا كان نفسي فيها قوي، وطبعا مستنيه الفرصه ان انا تجيلي ان انا ابقى مذيعه. اكيد طبعا. ان شاء الله. طب قبل ما نتكلم عن مشروع التخرج خليني في الاول كده اعرف حاسين بايه دلوقتي كده بعد التخرج؟ حاسين بفراغ كده رهيب. مش عارفين لسه هنعمل ايه. انا لسه متخرجه السنه اللي فاتت، فانا حاسه حسيت بجعدت مش عارفين هنعمل ايه بقى دلوقتي. في كده في رغبات في المشاعر كده، مش عارفين نعمل ايه، ناخد جاب شويه ولا نبتدي ان احنا ناخد كورسات ننمي نفسنا اكتر شويه، بس طبعا اكيد مستنيين الفرصه الكويسه اللي احنا نجون فيها يعني. ان شاء الله. طب خلينا بقى نبتدي ان احنا نتكلم عن المشروع التخرج. أوكي. الفكره جت منين؟ بصي هو انا كنا بنفكر في كذا فكره المشروع لحد ما كنت بسارش كده على جوجل، فظهر لي فيديو بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي كانوا بيحلوا جريمه قتل من خلال الذكاء الاصطناعي، فكنت حابه اعرف عن الموضوع ده اكتر. عمل سيرش، ما كانش فيه صراحه داتا كتير عن الموضوع ده في الاول، ان احنا كان بقالنا 8 شهور اصلا بنعمل سيرش عن الموضوع ده، فحبيته اصلا اكتر بجد وجمعنا معلومات كتير قوي لحد ما خلاص ثبتنا ان احنا نعمل الموضوع ده، بس طلع ترند بقى اصلا الفتره دي، لكن لما كنا بنعمل سيرش عليه ما كانش لسه اي حد عارفه اصلا يعني. اشتغلتوا عليه قد ايه؟ 8 شهور، من شهر 8 اللي فات او 9 بالظبط. طب اشمعنى سميته بقى الفيلم خطر اصطناعي؟ هو متقسم لحاجتين. أوكي. اول حاجه خطر لانه احنا استخدمنا التقنيات الديب فيك اللي هي خطر اصلا. اصطناعي بقى ان هي ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي فيما. طب اشرحلنا ايه ليه خطر؟ خطر ان احنا استخدمنا الديب فيك في حاجه سلبيه. اوكي. الفيديو الفيك المفبرك للمذيع وكده، ما استخدمناش بجانب ايجابي يعني، سلبي اكتر. انت قلتي جاتلك الفكره من فيلم من جوجل، كنت بسرش فظهر لي جريمة قتل اصلا هم استعانوا بالديب فيك عشان يعيدوا احياء الطفل ده عشان يعرفوا هو الجريمة دي حصلت ازاي. هل الفيلم بيركز على الخطر الصناعي بس؟ لا لا. هو ايه بقى الجوانب التانية؟ هو ماشي في اتجاهين، خط درامي ليه علاقة بالولد المفروض فيلم التخرج بتاعهم، ان هو كان حاسس ان هو وحيد ومحبط فاتجه للذكاء الاصطناعي، والجانب الثاني اللي هو ليه علاقه بالتكنولوجيا. التكنولوجيا ايوه. طب كان بيحتوي يعني. ايه المشاكل اللي انتوا حاسين ممكن تحصل من الذكاء الاصطناعي؟ الخطر الحقيقي بقى البشر هتختفي بجد، هيحل محلنا يعني، الروبوت هيحل محل البشر كله في مجالات كتير قوي، ومنها الاعلام برضو، وده ظاهر دلوقتي فعلا في دول كتير قوي منها دول عربيه برضو. ما حدش يكون فكر ان هو لما يتخرج يتعلم الذكاء الاصطناعي يستخدمه في مجاله؟ فكرنا لان حسينا الموضوع خلاص هينهي على المهنه اصلا، فلازم ان احنا نطور من نفسنا عشان نفضل موجودين عامه. طب شايفين التطورات الذكاء الاصطناعي بيطوروا بشكل مرعب جدا وبسرعه كمان يعني جدا، في امريكا اصلا كانوا عايزين يحطوا حد للموضوع ده عشان الموضوع وسع منهم قوي، والمشكله ان هو يعني روبوت بيطور نفسه بنفسه هيوصل لمرحله ان احنا اصلا مش هنعرف نتحكم فيه بعد كده. مهنه الاعلام يمكن من اكتر المهن المهدده بسبب الذكاء الاصطناعي. دي حقيقه. قولوا لي بقى رايكم بقى. مش في كله. مش في كله خالص. يمكن مذيع نشره الاخبار اكتر لان هو روبوت، هو طالع يقول نفس الكلام بس، لكن كمذيع التوك شو والبرامج الثانيه عامه بيبقى محتاج بادي لانجوج والكلام ده، وبيحس كده، فهو مفيش احساس ليه بلا احساس، فمش هيعرف برده يعمل حوار معاكي وتحسي كده زي مذيع بيتكلم عادي، فما اعتقدش يعني، حاسه ان احنا لا عادي نطور من نفسنا والمهنه مش هتختفي قوي يعني. طب شايفين ايه المهن تاني اللي ممكن تختفي بسبب الذكاء الاصطناعي؟ طب وهندسه، السواق مثلا، يعني زي السيلف درايفنج كار اللي في امريكا اصلا برضو بتستغنى اصلا عن السواق مش موجود. والطب، بس هي دي طبعا ليها خطوره جامده جدا ان ممكن يحصل موت لحد بسبب ان هو ما اتحطش في الموقف ده، فمش عارف هيتصرف فيه ازاي. طب كلموني اكتر عن المشروع التخرج، التجربه بقى ابتديتوا منين؟ ابتديتوا زي انت قلتي 8 شهور ده يعني قصه كانت معاناه بجد. هو احنا الصراحه كانت كل حاجه معموله من التيم بتاعنا، يعني تصوير اخراج مونتاج كله، حتى التمثيل كله كان من التيم بتاعنا، فدي كانت حاجه كويسه ان كان كلنا متعاونين، حتى استاذ طارق ساعده برده كان بيشكر في الفيلم بتاعنا بسبب ان هو كان عاجبه الفكره جدا وقال ان الفكره دي فكره المستقبل، وان احنا كنا تيم متعاون مع بعض برده.
انتوا التيم بتاعكم مكون من كام حد؟ 25. 25 اشتغلوا على الفيلم؟ ده رقم ايه ده؟ ده رقم. طب احكي لي انت عن تجربتك بعد ما عملتي، حسيتي بايه؟ كان صعب جدا. احنا قعدنا مده طويله جدا، كان ليه تاثير جسدي ونفسي ومادي وكل حاجه الحقيقه، بس كنا متعاونين يعني 25، كنا في الاخر كنا قلبنا على المشروع ان هو يطلع في الاخر بالشكل الكويس. الحمد لله خدنا مركز اول يعني. ما بالظبط حسيتوا ايه بعدها؟ يعني قهر رهيب بجد. انت الفيديوهات اصلا هتلاقينا بنعيط اصلا من الفرحه. لا بس يعني تستهلوها فعلا يعني بجد. يعني وان استاذ اسامه الشيخ وطارق سعده يشكروا في الفيلم ويقولوا ان الفيلم بتاعنا يتاهل هو يكون في مهرجانات، فدي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا طبعا. بحييكم طبعا جدا، انتوا نورتونا النهارده.